قال الله تعالى: وإذا الوحوش حشرت. وخص الوحوش دون سائر الحيوان بالذكر لأن الوحوش من عادتها الفرار وعدم الاجتماع والهروب، فدل ذلك على عظيم ذلك اليوم، إذ الوحوش التي من طبيعتها وخلقها ألها لا تجتمع ولا تنقاد تأتي يوم القيامة منقادة لله عز وجل، كما قال الله تعالى: فإذا نفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون، يأتون طواعية أذلاء لا تواني ولا تخلف. نسأل الله أن يعيننا على ذلك اليوم وأن يجعلنا ممن يقدم آمنا عليه بفضله ومنه.